طبعا اكثر سؤال يجيني بكل السوشيال ميديا المصارعه تمثيل ولا لا؟ جالسين تقدمون تمثيل يا اخي، جالسين تلعبون علينا. المصارعه وجمهور المصارعه كلهم يدرون انه المصارعه هي وورلد رسلينج انترتينمنت شيء ترفيهي. معكم نايف المطيري، انا مؤسس اول منظمه مصارعه في السعوديه اس بي دبليو. كنت انا وولد عمي نجمع عيال عمي وعيال الحاره ونعلمهم كيف المصارعه، فكنا مره متاثرين في المصارعه لدرجه انه عماني كان عندهم ملحق، الملحق هذا ما يبغونه زين، فاستثمرنا احنا الملحق هذا ان نقيم عروض مصارعه. شاركت في التراي اوت مع دبليو دبليو اي. لك انك تتخيلين ان المصارعين اللي كنت العب فيهم في السوني جالس اتمرن معاهم. هنا تحول يعني الخيال اللي كنت متخيله وانا صغير والملحق والأشياء هذه الحقيقة. من هنا بدأ الشغل العملي أو البداية الفعلية لتأسيس منظمة اس بي دبليو. هي رياضة تعتبر رياضة ترفيهية، مصارعة غير تنافسية بحكم أنه الشخصيات والظهور فيها والأشياء اللي يعني تقام في العرض يكون دائم سكريبتد، تقريبا كأنك تشوفين فيلم أكشن لايف قدامك واقعي. هذا تقريبا يعني من منظور الشخص اللي فاهم في المصارعة. للناس اللي ودها تعرف المصارعة وشي، لكن جمهور المصارعة عارف كل شيء. جمهور المصارعة يحب المصارعة ويقيم، ترى ما يقيم على الفوز والخسارة، يقيم على مستواك في الحلبة، يقيم على القصة. طبعا أكثر سؤال يجيني بكل السوشيال ميديا المصارعة تمثيل ولا لا؟ جالسين تقدمون تمثيل يا أخي، جالسين تلعبون علينا. المصارعة وجمهور المصارعة كلهم يدرون أنه المصارعة هي وورلد رسلينج انترتينمنت شيء ترفيهي. الأغلب ترى يقول كذا، الحكم شو يسوي؟ الحكم بس يعد أو بصير حكم. ما يدري أنه الحكم مهمته صعبة مرة. الحكم هو اللي يعرف توقيت المواجهة، متى إذا أحد انصاب يعرف شلون يعني يدارك الموضوع. يعني أصلا حتى أنا لو صارت فيني إصابة بليغة، الحكم ما راح يجيب لي إسعاف، الحكم راح يخليني أقفل المواجهة بسرعة زين، بعدين يجيب لي الإسعاف. الجمهور شو ذنبهم أن تنكسر يجيك شيء؟ الجمهور لازم يطلع مبسوط. عشان تعرفين الفائز والخسران، هو في شيئين، يا أنه يستسلم من حركة معينة، يطق في الحلبة ثلاث مرات، الخصم إذا طق الحلبة ثلاث مرات هذا معناته أنه مستسلم، أو أنه يتثبت أنه يجي المصارع يثبت المصارع الآخر ويجي الحكم يعد. الحكم يعد ثلاث مرات معناته أنه المواجهة خلصت. بالنسبة للمصارع ينظر من منظور الجمهور، أبغاه يستمتع. المقاتل ينظر أنه أنا أبي أفوز. فرق كبير بين الرياضتين. في المصارعة أنا ما عندي مشكلة أنضرب، ما عندي مشكلة أتعور، ما عندي مشكلة أطيح من مسافات بعيدة، ما عندي مشكلة أنصاب، لكن في النهاية أبغى اللي جاني يطلع مبسوط زين، أني أنا قدمت شغل حلو. في الرياضات القتالية أنا المغزى أني ما أهمي الجمهور، ما أهمي الأشياء اللي جالسة تدور حولي، أنا جاي أبغى أفوز على اللي قدامي. لك أنك تتخيلين أن في المصارعة أنا جالس أعطي صحتي للي قدامي، إذا ما طيحني بالشكل المطلوب، إذا ما سوالي الحركة بالشكل اللي أنا أبغاه والشكل الاحترافي ممكن يصيبني. المصارع الكويس لا أكثر من أصعد، إحنا يعني دائم نركز عليها، اللي هو مستواه في الحلبة، شخصيته، وقدام الكاميرا كيف يقدر يتصرف. مثال في عندك دايم البطل المحبوب، احنا نسميه البيبي فيس زين، وفي عندك الهيل اللي هو الشخصية المكروهة. فدايم البيبي فيس أمثل عليهم جون سينا، هولك هوغن، في عندك الهيل أبرز الهيل راندي أورتن، إيج، الشخصيات المكروهة هذه. أنا فيس، أعتبر بيبي فيس، مع أن الشكل مو بيبي فيس لكنه أنا شكل هيل مكروه. أبرز الأشياء اللي صارت في عداوات اس بي دبليو، كان وقتها في مصارع مقنع يدخل في العروض يفوز، كان مرة عنيف في الحلبة.
المصارع ذا تمكن لين صار نمبر وان كونتندر على اللقب، واللقب كان معي وقتها. لك انك تتخيلين المصارع المقنع هذا بعد ما وصل للليفل هذا، وبعد ما صار هو المفروض اللي قابلني في العرض الاكبر بالنسبه لنا احنا، غدر فيني في الماتش اللي قبل العرض الكبير وكشف عن نفسه، فطلع هو ولد عمي. كان بقلبه حقد انه هذا ليش البطل وانا بادي معاه. مشى معي لين وصل للعرض الكبير، وللاسف عاد قدر يفوز علي بلقطه شهيره بغت تسبب لي اصابه بليغه مره، وانتصر. ولد عمي هو اصلا متسمي على اسم ابوي وانا متسمي على اسم ابوه، فالعلاقه بيني وبينه وبين ابوه وابوي مره كبيره. في النهايه تصير الغدره هذه، فكانت يعني من اكثر العدوات اللي انا صراحه فخور انه سويناها، ولاقت اصداء كثيره هنا في السعوديه. ايوه، شو العصر الجديد هذا صار الهيل محبوب اكثر من البيبي فيس. الناس ما تبغى السوبر هيرو، انا ابغى مصارع جيمك بكاركتر حديث. يعني الحين صار المكروهين محبوبين عند الجمهور اكثر. تفاعل الجمهور مع المواجهات ومع الاحداث اللي تصير في المصارعه تكون على حسب الشيء اللي قاعد يصير قدامهم. يعني الجماهير دايم تمشي ورا المصارع لين اخر يوم له في المصارعه. يعني انت لك انك تتخيلين لما تتابعين الحين مسلسل توصلي للحلقه الاخيره تحسين، فما بالك لو تتابعين مصارعه وما يكون يعني سيزن او حلقات محدوده سنين، فيكون ارتباطها مع الجمهور مره كبير. شوف في المصارعه زين دائما الضربات اللي تكون على الوجه وحقيقيه تكون اخطاء. احنا نتقي الضرب على الوجه في المصارعه، احنا مو بنفس يعني الملاكمه او الفنون القتاليه مختلطه اللي هو لازم انك تضرب خصمك على وجهه، لا احنا نتقي الضرب على الوجه بشكل مباشر. الضربات اللي تصير صائبه وحقيقيه على الوجه تصير يعني كثير تصير معانا، لكن تكون اخطاء ما تكون شيء يعني احنا ناويينه نضرب الشخص في الوجه عشان نكسر شيء ولا نسبب له اصابه، دائما تكون اخطاء. انا عندي اخوي الكبير راعي مشاكل، فيوم درني مصارع كل مره اجي فيها للحفر كذا قبل لا يسلم، فلان ابيك تطقه، فنظره المصارع عندهم انه حق مشاكل حق هوشات زين، في اي وقت تبغى تدخل مشكله دق عليه على طول. في ناس كثير يقولوا اسمع مصارع بس انه شكلك مو بشكل مصارع. المصارع عندهم طويل ومعضل شكله كذا، عرفت يخوف. لكن المصارع الحديثه يعني ممكن لو تطلعين بدايه الالفيه في التسعينات كان المصارع لازم انه يكون شكله يعني ضخم. تشوفين ابو ربيعه قدامك نسخ كثيره زين. يا هلا ابو ربيعه، كيف حالك؟ ابو ليلى انا الحين على الهواء زين في برنامج ثمانيه، عندهم فقره اسمها ثمانيه اسئله، قالوا لي انه وش نظره المجتمع للمصارعه؟ قلت لهم يعني هم يحسبوني يحسبون دائم اي مصارع هو نسخ من ابو ربيعه، قاموا يضحكون بعدين قالوا لا تسقط على ابو ربيعه، قلت لا ابو ربيعه ينامون عليه، والحين بتصل اتاكد زين. اصبر انا ايش دخلني مصارع الحين؟ لا اقول انه المصارع زين الناس تحسبه انه المصارعين هم بس نسخ من ابو ربيعه، يعني ابو ربيعه كثير. لا 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 مصارع غيري انا تماما يعني. ايوه غير لهم رياضه غير. جيتهم قالوا لي اوه نحسبك ما تدخل مع الباب من كثر ما انت معضل، فجاه طالع لي كذا. لا لا ولا واحد المصارعين ذا كلهم زلايب بالنسبه لي. ابو ربيع احنا على ابغاك لا هنت تعطيني صفقه النهايه عشان نوزن الصوت مع الصوره. صفقتين صح؟ مره ثانيه. خلاص مره ثانيه. لا مره اقعد طول اليوم صفقه.